في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط بجبل جوريا بالقطاع العسكري تيبازا بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت اليوم مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف إرهابي آخر. هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضختين وأربعة مخازن ذخيرة، 3 نظارات ميدان، هاتف نقال وأغراض أخرى. تأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا.